بصرف بصرف أبوي إني رحت أفتح غرفتنا وجيت. معليش خذيت ذي عشان أفتح غرفة وأجي بس. معليش أبو عابد. ها؟ مدري اذا ضبط النت فتحنا بس في التيك توك، اذا ما ضبط عاد شو نسوي؟ والله ما يحس المدري دوب الحين. شوف شوف يا ربع، ترى يبي فطور برا ويبي يفطر من يبي يفطر هنا ويبي يفطر برا. شفتوا تنقال تفرن بلبس من تب في الحمر. تحدك تاكلها يعني هي حطينا عشان تصورها عشان تاكلها. لا بس توخذ بكذا صح نسيت يسوي. خذ حقتك خذ حقتك الاول. امسك بغتها بس كذا تصوير. خلاص خلاص حرام عليك طاح عبد الارضي وصل. لا عادي يعني. يبقى صح انت راضي على السيف؟ ماشي الا بالدار. طيب صل على النبي وقول اللهم صل على محمد. اليوم صاير شيء نسوي يعني طريقة حجز الحدث ما بيشوفونها في الليل وانت ما انت من ضمنه. من يقولها يا ابو؟ قل لا اله الا الله. ما صدق والله اني والله اني ما اروح الا انت اولنا اولهم. شنو منافق؟ والله شنو هو منافق بتشوفها الليله. انا ما اسولف الا بالفعل. كف مش انت حاول حاول انك تشوف شيء ثاني تخرب علاقتي بينك وبين بيني وبين ابوك. ولا راح تخرب اصلا حتى. صدقني راح اهربها. تبي تشوف؟ انت مرقت؟ كلمني من اليوم بس ما قدر يسيطر علي. هذا الحين تبع الحجز. ايه صدق. اي والله قول اسم غرفتك بس رقم غرفتك عشان الواحد يجيب هذا. قريب قريب يعني قريب يعني كم بين دقيقه؟ يمكن ساعه ونص ساعتين. لا لا صحيح صحيح. لا لا خمس دقائق بس اكيد 100%. يعني حسب خمس دقائق. حسب خمس دقائق فقط. زين توقعاتك يعني اكله حلو؟ لو ما اكله حلو ما راح اودي لك. يعني تنصحنا فيه؟ تنصح استنى بالتوبات. ما اوديكم اياها ولا اله الا الله يا امر الخبصه. طيب خلصناكم خبصه يا خبصه. يا اخي شيك يا اخي انت كذا يعني مهتم بالسواقه مهتم بال تعرف كيف طريق الربع. سيف زانت نفسيته. احب التوبات انت اشوف التوبات اعطيك نفسي خمسه. كيلو خمسه حبيبي انا جوعان. سبعه سبعه لا عطنا عشره عطنا عشره. خليك كريم يا ولد. ربع ابو فهد تعال تعال ابي شباك ما كم واحدة؟ جبن جبن يا مسلم. لا يبغى اثنين الحين هالدقيقة اثنين شباك جوالي مدير كذب يدي كذب يربط على المقطع خلاص 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 خلاص
فيك يا صانع محتوى انت؟ مرحبا من الزاء. شباك محلي نايف يجيب شباك يا خل خلنا نايف يجيب لنا مع الجو. نايف منو؟ ايش يقولوا اللي عندي؟ يقولوا مفطروا عبد الله ورجعوه خليه يرتاح. ليش؟ خليه يرتاح؟ مو مرتاح مو مرتاح. تعال طيب تعال ليه وش فيك العاد؟ ليش انا اشوفك بشخصنها بزياده مع ابو عابد؟ هذه محبه حر شوي ها لانه فريش ونزال بس تخليها بس ها يا ابوي بخشمي لا يلا اذبح عند الشباتي ها ها هذه جبن ما فيها بيض ها مضيع انت شرفينك والله بس سيف قام من هناك رايح وين شوف رايح يدور له بيبسي ناس يفطرون كرك شباتي كرك يقول لا انا بيبس سنة بيلقانا بيرد المقلة لازم يرد سوينا فيها الحين بقع داخل مكتب التأجير عشان ياخذ بيبسي شوف صناد حسيف من بعيد لا هذاك رجع رجع حرام شوف صح ان راحت الحنجرة عندي من الصياح صدقني ان راح اردها لك والله طيب شي تدري اني اطلق منك لا تاكل من الشبات اللي على الطاولة تاكل اقول لا تاكل من الشبات اللي على الطاولة ليه تدري اني احسن منك ليش اني ما العب في النعم لا تاكل من الشبات اللي على الطاولة احنا ما العب النعم ولكن اول شي برد اكلك وانا بيكلك حظ والله العظيم ومنها مقلب بعد الله وكبر ليه من مسويها ما انا هو الفريدي هذا ما مقلب من جوي شك لا تتقبع بين الله هذا شيء عالمي هذا يبيس مزعجنا لأن نستاق هم يشوفون ما هو الناس يكرك انه عالمي شوف يا شباب اسمع اللي يجيب هذه يلا نلعب اللي يجيبها يعطي امر واحد منكم خلاص بس تنفيذ لحظة لها بس عشان يكون الناس على اطلاع بهذا الشيء بسم الله الحمد لله يلا عمر محمد وقف حلو وقف يعني نوقف تروح الحين للسناب شات ايوه تحط السناب يا حلو تحط حسابي وحساب مدعو تقول هذول الجميلين هذين يضيفون الاضافات قبل لا يناموا يلا يلا حاليا احنا بنصور الحين يلا نشوف لفني خلينا نشوف خلاص سويت طرشته يلا خلاص ايه ما نرضى بالحكم ما نرضى يقول ب انت قلت حطوا الحسابات بس تقول بالكلكم ليه حرام قايل لي بالكونكم يقول بيض وجهي تصور سناب الحين يعلق خلاص يا خداع امشي مش حرك حرك روح وصلنا الفندق ما عاد نشوف مواصلين بنفس وعندنا مفاجأة لكم في الليل بس حنا نقول